واحد بيقول هل كان لربنا يسوع المسيح روحان، روح بشرية ولد وعاش بها شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، وأسلم عند موته في يديك استودع روحي، والروح القدس لاهوته لما فارق ناسوته برجاء التكرم بالجدار. هو كان له ناسوت كامل ولاهوت كامل، فالناسوت الكامل لابد يكون له روح، وإلا ما يبقاش شبهنا في كل شيء. روح البشرية خاصة بناسوته دي لا تمنع ان هو متحد بالروح القدس، بس بدل ما نقول روحان نقول روح بشرية متحدة باللاهوت.